ايه اهم القطاعات في البورصه اللي يعني يشهد لها بالنجاح فالعقاري وانه طبعا. التوقعات الفتره اللي جايه تبقى كويسه في لا العقارات؟ العقار مش لا خلينا حضرتك نفرق ما بين يعني يشهد لها بالقوه وان توقعات بالنسبه لها. لا يشهد لها بالقوه طبعا القطاع العقاري، لانه هو القطاع الاكثر تمثيلا في البورصه. تمام، يعني والتوقعات بقى كويسه تروح التوقعات دي لمين؟ بقى يعني بصي شو حضرتك، البورصات الناشئه اللي زي حالاتنا يعني مفيش قطاع بيشذ عن القاعده، تمام. يعني مفيش قطاع كده بيقوم طالع لوحده دونا عن بقيه القطاعات، يعني ما نلاقيش مثلا القطاع العقاري طالع وقطاع خدمات الماليه نازل، ما صعبه دي. لازم يكون القطاعات كلها بتنشط، ليه؟ لان المستثمر بتاع الاسواق الناشئه بيبقى بيتحكم فيه العامل السيكولوجي شويه، يعني بيبقى العامل النفسي مهم قوي، لازم يكون عنده توقعات متفائله للبلد كلها او للاقتصاد كله، فبالتالي لما بيدخل يشتري كل القطاعات بتطلع، ولما بيخش يبيع كل القطاعات بتنزل، يعني الحاله بتبقى عامه اكتر منها. في الوقت ده ممكن تكون في قطاعات متفوقة عن قطاعات لكن في النهاية كله بيتحرك في اتجاه واحد. فالقطاع كل التوقعات اللي ممكن تكون إيجابية في الوقت الحالي إذا ما تم الموافقة على هذه المقترحات المقدمة وتم تفعيلها كما هي مقدمة تماما، أعتقد أنه هيبقى الخدمات المالية، اللي هي الخدمات المالية غير المصرفية طبعا، اللي هي الشركات اللي بتتعامل في سوق المال أو المرتبطة ارتباط وثيق بأسواق المال، هي دي اللي ممكن يكون بالفعل هي اللي ليها عليها العين، لأن متصور أن قيم التعاملات تختلف تماما، وأن الإقبال على القيد من جانب الشركات يزيد كتير خلال الفترة اللي جاية في حال ما تم يعني بالفعل تطبيق هذه المقترحات وبسرعة، لأنه مهم قوي موضوع السرعة ده، هتفرق كتير قوي، وهنلاقي ان القطاع ده هو القطاع الواعد بالفعل خلال الفترة اللي جاية. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ إيهاب سعيد خبير أسواق المال على التوضيح وعلى أهمية البورصة في حياتنا وللمواطن طبعا العادي. طبعا عارف الموضوع صعب بالتأكيد بالنسبة هي مش للمواطن مختصرة بالتأكيد فقط يعني. على فئة معينة. شكرا جزيلا شكرا أستاذ إيهاب.